انت من امتى واقف هون؟ انا بصراحة بس انت عم تتسمع علينا؟ لاكشمي ليكي، من قبل انا قلت لك رجاء لا تحكي عني كلام حلو. بس انا ما حكيت عنك اي كلام حلو، انا بس كنت عم اقول اني بنت محظوظة، صح؟ ايه مزبوط. ليكي لاكشمي، بدي منك تتذكري منيح لو سمحتي انه انا وانتي احتمال ما رح نضل هيك كل العمر. ممكن الأمور بيناتنا تصير مو منيحة، وبيجوز يتغير شي بالمستقبل القريب وتصيري تكرهيني كتير. يعني شو هالحكي اللي عم تحكي؟ ولأنه اليوم كمان أنا أخير شي لاكشمي بالإذن رح روح. ماشي لاكشمي، اسمعيني، أنت حاولي أنك تفهميني. لا ما بدي أفهم هذا الكلام، وأنت لو سمحت لا تحكي هيك معي. مرحبا ماما، يلا قلي لي شو جاي عبالك تاكلي اليوم؟ ما بتفرق بنتي. ماما مبينة متوترة، في شي؟ من شوي حكيت مع نيلام. ايه وشو قالت لك؟ بس ما تكون قالت شي عن بابا. لا بنتي، نيلام ما حكت شي عن ابوكي. لكان شوفي ليش ماما الحلوة مبينة زعلانة؟ ماليش كان نيلام قالت انه لاكشمي رح تبقى عندهم فترة، من جهة تانية قالت رح تبعت لاكشمي مع ريشي لعند الصايغ كرمال يجيبوا هدية بمناسبة العيد. ماما روقي، ما في شي، خالتي نيلام عم تعمل المراسم تبع العيد، ما في شي تاني، لهيك لا تتوتري. بنتي أنا بعرف إنه نيلام عم تعمل واجبها لأنها حماية. لكان شو المشكلة؟ بجوز ما تشوف فيها مشكلة، بس إذا ريشي بده يضل عم بيقضي وقته مع اللي اسمها لاكشمي وقتها أكيد رح تصير مشكلة. هلأ ما رح يشوفها لأنه هي مانعة حالها عن الأكل والشرب، رح يشوف إنها عم تعمل كل شي كرماله هو، واحتمال تتعبه مع هيك رح تكمل، واحتمال تأثر على ريشي. لاكشمي ما لازم تدخل على قلبه وتفكيره لريشي، ما لازم تفرق معه بالمرة، أنت بس لازم تكوني موجودة بقلبه وتفكيره، أنت وبس. ما بدي اسمع أي شي منك لأنه كلامك غريب كتير. بس اسمعيني لحظة، معني عم أحكي شي غريب؟ اسمعيني، أنا بس كنت عم أقول إنه بعد شوية وقت من هذا الزواج ببلش الحب يختفي بين الطرفين، وكمان إذا بالمستقبل ما ضل في أي حب بيناتنا نحن الاثنين، يعني إذا ما بقى حبيتك أكيد رح نضل رفقات، وهالشي أكيد كل اللي عم قوله أني ممكن ما أكون زوج منيح، بس أكيد رح كون رفيق كتير منيح معك. أنا بوعدك بالمستقبل إذا احتجتي أي شي بحياتك لو شو ما كان، ولا يهمك البيت، الشغل، المصاري، أو إيه صح، أو حمص وخبز. انتي مو بتحبي هاي الاكله؟ اذا شي مره اجى على بالك تاكليها لازم تخبريني، وانا بجيب لك منها حتى لو ما في منها، بس رح جيب لك، ورح جيب لك دوناتس بتحبيها صح، واذا انا ما لقيت منهم اكيد رح اعملهم بايدي، ورح جيب لك منهم. بس لا، وعديني بالاول انه انتي ما رح تعصبي مني او تطلعيني من حياتك.